كابتن ثائر، الكلام الفني دائما ما يرتبط يعني دائما الفني هو بالاساس عمل اداري ومن ثم ينتقل الى الفني. اليوم احنا اجتماع اتحاد كرة القدم اليوم ظهر راح يكون اليوم الخميس الظهر، والكثير على الطاولة اليوم مطروح، مدرب محلي يستمر بيتروفيتش، انت كيف ترى هذا الموضوع؟ كيف تقرأه كمتابع كمدرب كمحترف؟ استاذ نور، قبل ما اجاوبك على هذا تفضل. السؤال اريد شويه اعقب على الكلام اللي ذكره الكابتن، نعم موضوع الاستحواذ وموضوع المباراه مال قطر. نعم احنا شلون نجاري قطر واحنا بهاي وضعيتنا بهذا فكر المدرب؟ شلون نواجه قطر؟ يعني من يجون يشيلون احمد ابراهيم، هو افضل ثاني لاعب في مباراه كوريا بالاحصائيات، يشيلوه قبل البطوله ويجون يلعبون لاعبين شباب، ومن يجون يشيلون فرانس بطرس ويلعبون شيركو ظهير يمين اللي هو لعبوه بداية التصفيات وما استدعوا فرانس، والحين العكس رجعوا على شيركو. نعم. من يجي يلعب ياسر قاسم بعد الاستدعاء، هو الرجل بعد ما واصل رتم المباراة الدولية على مود مواقع فيسبوك يكتبون، من يجي يلعب مصطفى ناظم لاعب مسوي عملية قبل فترة يلعب لاعب ارتكاز وفوقها يلعب اثنين مهاجمين الشوط الثاني، شلون نجاري كابتن قطر؟ ثائر ممكن اتداخل وياك في جزئية صغيرة بس إذا تفضل تسمح لي؟ تفضل إذا تسمح لي. ياسر قاسم تفضل. ياسر قاسم في يعني أكثر من محلل يعني أيضا يعني زملائك مدربين تحدثوا بجزئية مهمة، أنه هو ياسر قاسم ومحمد قاسم هؤلاء الاثنين، واحد خطر وهو منتج للأمام، الثاني كان لا يخطأ حتى في التمرير. يعني مثلا ياسر قاسم عنده تمريره واحده غلط في مباراه قطر مثلا. نعم. الم يكن هذا منتجا انت بقراءتك؟ هذا ما كان منتج انه عوده ياسر قاسم من جديد الى المنتخب؟ شوف استاذ نور، مع محمد قاسم انا اتفق كان لاعب مؤثر، لكن مع ياسر قاسم الان كره القدم شو تكلمون؟ تكلمون على لاعب ايش قد جرب الملعب. ياسر قاسم كان يمشي، انا كمدرب ما ادور لاعب يلعب على الواقف يلعب لي مناوله صحيحه بدون ضغط، اكثر اللعب بدون ضغط، حتى الكره اللي لعبها بالعارضه والناس مجدوا كان خطا دفاعي من الفريق القطري، خلوه يمسك ويندار ويشوف الملعب ويضربه بالعارضه. احد اسباب وضعنا كان بهذا السوء مشاركه ياسر قاسم والامر منه مشاركه مصطفى ناظم وياه بوسط الملعب في مباراة قطر نتحدث عنها هاي. نعم في مباراة قطر والدقائق الأخيرة، العفو الدقائق الأخيرة من أول مباراة أو ثاني مباراة. بهذا الفكر يستحيل نجار الفريق القطري، يستحيل. طيب أنا أفهم من عندك، كابتن ثار أفهم من عندك أنه حضرتك أنت ليس مع التجديد مع بيتروفيتش، ليس مع بقاء بيتروفيتش على رأس الإدارة الفنية في المنتخب الوطني. حبيبي أنا قلت وراح أكرر، هذا بيتروفيتش مدرب يريد يعيش، مدرب يسمع الكلام شو يقولوا له ينفذ. هذا انا حتى يعني اعيب على الكابتن رحيم حميد شلون يوافق يصير مساعد لهيك مدرب. نعم. هذا اساسا مكان مدير فني، هذا كل تاريخه هو مساعد مدرب. نعم. اصلا صفعه لكره القدم العراقيه انه شلون يمسكون هذا يمسكون المنتخب الوطني. استاذ نور، احدى الكوارث القرارات اللي صارت انه التمسك بهذا، وإلى الآن أكو أخبار راح يجلسون وياه وممكن يصير مساعد بالفترة المقبلة، ما أعرف يعني على أي أسس. إحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة إدارية بحتة. نعم أنا أتفق، مشكلتنا إدارية بشكل عام. نعم. مشكلتنا إدارية وطريقة اتخاذ القرارات والمعايير والأسس اللي يتم على ضوءها اتخاذ القرارات. أنا أتفق. أجيبك على